اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم الطف بهم يا الله. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم ارفع ما حل بإخواننا المستضعفين في غزة. اللهم ارفع ما حل بإخواننا المستضعفين في غزة. اللهم فك حصارهم وفرج همهم ونفس كربهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم وداو جرحاهم وقبل شهداءهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر، وأعنهم يوم قل المعين يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك اليهود، فإنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأرض. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل عليهم عاجل نقمتك اليوم أو غدا. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم ومن أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بسوء فاقسم ظهره واجعل كيده في نحره ولا تمهله. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين. اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم اصرفهم عن أهلنا في غزة وفي كل مكان. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم جمد الدماء في عروقهم. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت العزيز ونحن الأذلاء. ندعوك دعاء المسكين، دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه. اللهم زد في خوف اليهود. اللهم زد في حسراتهم. اللهم فك أسر إخواننا وأخواتنا في سجون اليهود، وفك أسر المسلمين في كل مكان. اللهم آمين.